عشيرة الغفران أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة تعتزم تجديد شكواها للأمم المتحدة للمطالبة بحماية دولية واستعادة حقوقهم المسلوبة. أكثر من 6000 من عشيرة الغفران سحب النظام القطري جنسيتهم وصادر كل ممتلكاتهم وطردهم من وطنهم وهددهم على لسان مستشاريه بالإبادة. قنبلة من الغازات السامة تسحق هذه القبائل كلها، ما يضيف تهمة جديدة يمكن أن تلاحق النظام القطري. وحتى الآن لم تعتذر الحكومة القطرية عن هذه التصريحات أو تشجبها، ما يؤكد أن نظام الدوحة يمكن أن يذهب إلى ما هو أبعد من جريمة مصادرة الجنسية.